كان هناك بعض من الوهم منذ شهر بأن أقصر الطرق نحو الحل هو من خلال العسكر، لكن بدأ اليوم أن هذا التصور ليس واقعيا. هناك قوة موجودة في الشرق تسعى لأن تكون جيش ليبيا المستقبل. كما أعلنت قوات الوفاق سيطرتها على منطقة الطويشة جنوب غربي طرابلس. الهجوم الأعمى على المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين يمكن أن يشكل جرائم حرب. مشير حفتر ليس يعني رقما يمكن تجاهله.